اتبع شغف الإنسان الأول في الاستكشاف والتحري من سكة الزقازيق إلى دروب أكثر سعة واتساعاً، ولعه بالعلوم جعله يلاحقه خارج حدود الوطن ليجمع بين الكيمياء والجيولوجيا، ساهم في إنجاح أول هبوط للإنسان على سطح القمر، كما أنه كان وراء دراسات كثيرة منجزاً 12 كتاباً في الفلك والعلوم والفضاء. العالم المصري فاروق الباز. ولد فاروق الباز في عام 1938 لأسرة بسيطة في مدينة الزقازيق، لم يكن يعلم بأن القدر يخبئ له رحلة طويلة من البحث والاستكشاف في النجوم الدوارة والكواكب والمجرات تحت القبة الزرقاء. حصل على شهادة البكالوريوس من كلية العلوم من جامعة عين شمس بمصر، وعلى شهادة الماجستير في الجيولوجيا عام 1961 من معهد علم المعادن بميسوري الأمريكية، كما حصل على عضوية جمعية سيجما كاي العلمية، ومن ثم نال شهادة الدكتوراه وتخصص في الجيولوجيا الاقتصادية. شغل العالم المصري الباز العديد من المناصب، بينها نائب رئيس قسم العلم والتكنولوجيا في مؤسسة آيتك لأجهزة التصوير بمدينة لكسينغتون، ومدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوستن بالولايات المتحدة الأمريكية. كما قام الدكتور الباز بتأسيس وإدارة مركز دراسات الأرض والكواكب في المتحف الوطني للجو والفضاء بمعهد سميثيونيان بواشنطن. وخلال الفترة من عام 1967 إلى عام 1972 عمل الدكتور فاروق الباز في معامل بيل بواشنطن كمشرف على التخطيط للدراسات القمرية واستكشاف سطح القمر. كما شغل الباز منصب سكرتير لجنة اختيار مواقع هبوط سفن برنامج أبولو على سطح القمر، وغيرها الكثير من المحطات التي تشهد له عالماً عظيماً. سيرته الدسمة تأخذ منحنى الأستاذ، وقد تنقل الدكتور الباز بين عدد من الجامعات وقام فيها بتدريس علم الجيولوجيا، حيث بدأ رحلته من أسيوط بمصر خلال الفترة من عام 1958 إلى عام 1960، ومن ثم ميزوري بأمريكا خلال الفترة من عام 1963 إلى عام 1964، بعدها توجه إلى ألمانيا وبقي فيها عاماً واحداً ليعمل بعده في الاستكشاف عن النفط في خليج السويس بقسم التنقيب في شركة بان. برنامج أبولو نقطة فارقة في تاريخ البشرية وفي سيرة هذا الفذ العبقري. قام الدكتور فاروق الباز خلال فترة عمله ضمن برنامج أبولو بالاهتمام بتدريب رواد الفضاء على انتقاء عينات مناسبة من أحجار القمر وتربته، وكان الباز محل إعجاب رواد الفضاء العاملين معه، حيث كان يتميز بشرح يسهل فهمه. كما كان فاروق الباز يرافق أعضاء مجموعة ناسا عند لقائهم بالصحفيين للإعلان عن نتائج رحلات أبولو، وكانت قدرته على تبسيط التعبيرات العلمية الدقيقة في الأوساط الإعلامية محط تقديرهم. ختم هذه الرحلة العالمية بمتفرقاتها بالعديد من الكتب، منها 12 كتاباً تحت عنوان أبولو فوق القمر، الصحراء والأراضي الجافة، حرب الخليج والبيئة، أطلس لصور الأقمار الصناعية للكويت، إضافة إلى العديد من المقالات والأوراق العلمية المتناثرة هنا وهناك، إضافة إلى العديد من المشاركات المختلفة التي تحكي قصة عالم تعلق بالسماء وأسرارها ونذر نفسه وعقله لها.